تعالوا نسترجع كده شريط الذكريات شويه مع نجم بتحبوه جدا، نجم الجميل كابتن ايمن شوقي. مساء الفل يا كابتن ايمن. جمال يا كابتن احمد، ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبي، وحشني جدا. وانت اكتر والله يا كابتن. ازيك؟ اللي انا حكيته ده صح؟ انت حكيته صح جدا، وعايز اقول لحضرتك حتى كمان ان البطوله دي خلي بالك من اصعب البطولات الافريقيه اللي مرت علينا كلاعيبه، لان من دور الثمانيه واحنا بنلعب فرق جامده جامده، يعني ممكن تبقى الموضوع بينك وبينهم 50-50، يعني أيوه. ممكن تخرج من اي فرق منهم. صح. سواء افريكا سبورت كانت ساعتها جامده جدا لو تفتكر، احنا كسبناها بضربات الجزاء والحمد لله. عايز اقول لك وقعه في موضوع افريكا سبورت دوت، غير الواقعه بتاعت الكره العرضيه اللي انا لعبتها في الزحمه، العلاء هو انا شايف علاء ايوب ولا حاجه، وعلاء ايوب حطها في وسط الزحمه دخلت جول في اخر الماتش عشان نوصل لضربات الجزاء. صح. وانت كمان ما كنتش هتلعب الماتش دوت. نعم. وسبحان الله ربنا وفقك. ولو تفتكر اخر ضربه لينا كانت الضربه الرابعه. كويس. انا اللي لعبتها. الضربه اللي بعدها ما دخلتش جول بتاعتهم. فما كانش في داعي ان احنا نلعب الضربه الخامسه. مظبوط. كويس. في واحنا بعد المباراه ما انتهت واحنا داخلين بقى على ضربات الجزاء، انا في المباراه ديت كنت لسه نازل. مظبوط. اخر ربع ساعه تقريبا. صح. كويس. فالمهم بسيط، طبعا في ترتيب للعيبه بتاعت ضربات الجزاء. انا ما كنتش ده نمره واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه. انما كنت نمره خمسه. كويس. فجيت كابتن محمود الخطيب. نزل الملعب. انا قاعد بقى، فقاعدين احنا في الملعب، فبنعمل مين اللي هيشوط ضربات الجزاء. بصيت لو تفتكر في لعيبه قلعت الجزم يا كابتن احمد. أيوه. لو تفتكر. لا انا كنت بقى الله معايا. ايوه. انا كنت رحت على المعركه هناك انا. فلقيت الكابتن الخطيب بيقول لي خش تشوف. بس الخطيب ما كانش بيلعب يوميها مش كده؟ لا ما كانش بيلعب. ما كانش بيلعب، كان مصاب. ما كانش بيلعب. فقال لي خش تشوف. قلت له خش شوط ايه؟ ولو تفتكر الاستاد كان مليان. على اخره. وخلي بالك ضيعت بينالتي هتلبس الماتش. طبعا، امال ايه؟ والخروج لا قدر الله. ايوه. فقلت له انا لسه نازل يا كابتن. قال لي طب ايه المشكله؟ خلي عندك ثقه في نفسك وخش شوف. قلت له انا مش قادر اقول لا، يعني خايف. وفي نفس الوقت خايف اضيع. ايوه. ومسؤوليه جامده. ايوه. فقلت له ماشي يا كابتن ماشي. فقال لي طيب خلاص ماشي. المهم وصلنا للنمره اربعه. فانا داخل لو تفتكر كان الجول مميز واسمه الان جوميني. ما تجيبوا لنا يا جماعه البنالتي بتاعت الكابتن ايمن. اتفضل يا كابتن. ولعب في الدوري الاسباني على ما اعتقد. لا احترف بعد كده اظن في فرنسا. اظن في فرنسا، مش متاكد قوي بس اظن يعني. المهم انا حطيت الكوره. ومش عايز ابص له ولا ابص للجول. لو جبت البنالتي هتلاقيني حطيت الكوره. ورجعت اديته ظهري. واول ما الحكم اشار رحت انا لافف وداخل فات الكوره. دايما باخش شوط الكوره على الارض ناحيه الشمال. شمال الجول. ايوه. انا دخلت كده. عارف اصعب ثانيه او ثانيتين في حياتي. يا عيني. الكوره عاليه. حفت في العارضه من فوق بطن العارضه. مظبوط. ودخلت جول. والله العظيم انا حسيت ان كنت شايف جبل. والحمد لله خلصت منه. ايوه والله. من الحاجات اللي انا يعني كثيره جدا على ان انا لا قدر الله ان انا اكون متسبب في انكسار الفريق. امال ايه طبعا. الكوره اللي بعدها الحمد لله ضاعت. وانت كسبتنا الماتش ده الحمد لله رب العالمين. ربنا كرمنا، كلنا كنا كويسين قوي الحقيقه. من ده تقريبا يعني كان الاصعب، لانه احنا كنا وحشين قوي هناك في ماتش الذهاب 2-0 لو تفتكر. مظبوط. انا حتى كنت شايل جون. لا وخلي بالك بعد كده كمان احنا دخلنا على كتوكو، كنا كلنا تعبانين ومش لاقيين قدامنا، وبعدين لقينا كابتن
طارق سليم والله يرحمه استاذنا استاذ علامة رياضي استاذ عبد المجيد نعمان. فاكر داخلين كانوا ساكنين عاملين ايه بعد الماتش؟ لا مش سامعك، مش سامعك ايمن، مش سامعك. بقول لك فاكر بعد الماتش واحنا كل واحد بقى داخل من حته على اوضه لبس ومتجمعين، ايوه، وبندور على الكابتن طارق سليم والاستاذ عبد المجيد نعمان، ايوه، لقيناهم بعد فتره جايين لنا. كابتن طارق مش قادر يمشي، متشال، حصل فيها كسر. واستاذ عبد المجيد نعمان البدله الصيفي اللي كان لابسها مفتوحه والفانيله الداخليه مقطوعه. تحس ان هم احنا في الموقف دوت كلنا ضحكنا. حد يقدر يمسك نفسه. وحمدي مكرونه جاي دماغه مفتوحه، وكابتن حمدي الله يرحمه، وثابت البطل واقف هناك ماسك عصايه قال عايز يحارب يعني هناك. راحوا شادينه وخلي بالك واحنا بنجري، واحنا بنجري لو تفتكر في الملعب الكابتن طارق قال لنا ايه؟ محدش يجري، احنا النادي الاهلي. قلت لكم يلا اجروا، يلا يلا بينا. قال لي هناك كابتن طارق ده داخل متشال يا عيني، في الاخر رجليه مكسوره. ده من اصعب المواقف. وبعدين دخلونا في عربيه زي عربيات السمك كده، ما كانش فيها نفس لو تفتكر. ما كنا هنموت كلنا جوه من الخنقه، وعمالين نخبط محدش سمعنا، ما تفهمش. واحد ابن حلال كده فتح، رحنا رامين نفسنا بره العربيه لحد ما خدونا في عربيه زي عربات الامن المركزي والجمهور بيجري ورانا. أيوة. فاكر الحكم والمساعد كانوا عاملين ازاي لما جم معانا؟ اتعوروا في دماغهم، الحكم دماغه مفتوحه كلها. الدكتور مجدي عبد العزيز، الدكتور مجدي كمان هو اللي عليكم. والمساعد عنده ضلعين مكسورين ساعتها يا عيني، قاعد الدكتور مجدي يربطه باللاستو بلاست. ساعتها كانت شغلانه صعبه جدا يعني. لكن في السودان اعتقد كانوا مغاربه او جزائريين. كانوا جزائريين، كان رشيد مجيبه من الجزائر. جزائريين، رشيد مجيبه من احسن الحكام. حتى في الاخر بقى كل الاوفرات بقيت اتضرب، اقول له، فانا بقول له احميني يا كابتن، كل ما اطلع الاوفر اتضرب، احميني يا كابتن. اللي يحميني ويحميك ربنا في الملعب. والله لا، دي من المواجهات الصعبه جدا يا كابتن احمد، الظروف المحيطه بالمباراه والملعب. عشان كده مباراه الهلال كانت سهله، الحقيقه الناس قابلونا هناك افضل استقبال في السودان بامانه الشديده يعني، ومباراه القاهره. وبعدين تفتكر برضو انت ايمن رجعت تاني، رحنا هم الاخوه في الهلال كانوا زعلانين وقال لك تعرضنا لظلم تحكيمي، فاتعملت دوره في دبي لعبناهم كسبناهم 2-0 وانت سجلت برضو هدف يوميها. مظبوط مظبوط. وعلى فكره خلي بالك النادي الهلال السوداني كان ساعتها تقريبا هو منتخب السودان، وكان فريق قوي جدا على المستوى الافريقي. والمباراه الاولانيه لو تفتكر اللي جاب الجول الاولاني الكابتن كمال الثعلب بنفسه، مظبوط، من كره عرضيه لحسام حسن. وهو مقيم معايا، كان في امريكا فتره كبيره جدا، والله كنا اصدقاء. كنا اصدقاء، وبعد كده هو سافر راح كندا. والماتش الثاني لو تفتكر في دوري التحدي برضه اللي كانت في دبي، ايوه، برضه كان نفس الفريق وصرنا مع بعض فاينل. حماده المصري جاب جون وانت جبت جون. الاولاني كان حماده المصري من كره عرضيه، وربنا وفقني في الجول الثاني من كره عرضيه لاسامه عرابي برضه. كان من الماتشات الحلوه يعني. ربنا يكرمك يا ايمن، دايما كده منور. طمني، شايف عوده النشاط في مصر، عوده الدوري في مصر، شايفها عندك ازاي؟ والله احنا كلنا كنا نتمنى طبعا عوده النشاط، الحمد لله رب العالمين. ان انا شايف ان الامور حتى الان تحت السيطره. نعم، باذن الله تظل تحت السيطره. لان يعني بيني وبينك يعني الناس كلها مشتاقه انها ترجع لحياتها تاني. صحيح، ولازم النشاط يرجع تاني. نعم، لازم الحياه تعود. نعم، يعني انا متوقع ان شاء الله باذن الله، باذن الله رب العالمين. انا شايف ان الفتره اللي احنا فيها دلوقتي، فتره الفتح اللي احنا عملناه في مصر، ابتدت الاعداد تقل، بالعكس ما بتزيدش. نعم، يعني احنا كنا الحمد لله بتقل. نعم، زياده في الاعداد. نعم، فان شاء الله باذن الله مع الاحتياطات اللي الدوله واخداها، مع الاحتياطات اللي الانديه هتاخدها باذن الله رب العالمين، الفتره اللي جايه دي ان شاء الله نخش في عوده النشاط مره اخرى، زي الدول الكبيره ما عملت، زي ما عملوا في المانيا وفي انجلترا واسبانيا دلوقتي. فان شاء الله باذن الله الامور تستمر، والامور باذن الله رب العالمين تبقى مستقره. وباذن الله رب العالمين بالنسبه لي انا بقى كمان يعني، ان الامور تبقى مستقره في النادي الاهلي، والنادي الاهلي يمشي زي ما هو ماشي دلوقتي وياخد بطوله الدوري. كابتن ايمن، معروف ان انت اكتر واحد تواصل، رغم ان انت في امريكا، لكن انت على تواصل مع الجميع يعني الحقيقه بلا استثناء،
والجروب بتاعنا بتاع الشمس بتاع قدامى الاهلي انت اكتر واحد ما شاء الله مشاركه فيه وخفه دم ما حصلتش يعني. فالسؤال، هل انت ما زلت اتواصل مع الكابتن محمود الخطيب؟ اه متواصل مع الكابتن محمود الخطيب يعني كل فتره كده نتكلم وبطمن عليه وبيطمن عليا ويوميا عن طريق الواتساب. والحمد لله رب العالمين يعني. الكابتن محمود من اقرب الناس لينا كلنا كابتن احمد انت عارف. ونتمنى له الخير والتوفيق والنجاح ان شاء الله الفتره الجايه، وربنا يوفقه ويكرمه في الخطوه اللي جايه كمان باذن الله، بس مش اوانها دلوقتي يعني. نعم الله. كابتن، شايف عوده فايلر تعتبر مكسب للنادي الاهلي يا كابتن ايمن؟ انا شايف انها تعتبر مكسب، لانه هو قدر يتاقلم مع الفريق وقدر يفهم الفرقه كويس واللعيبه كويس والكيمياء بينهم كانت مشي كويس قوي في فتره الدوري. وزي ما شفنا كان النادي كان بيقدم عروض كويسه، والفرق الكبير اللي بيننا وبين الفرق الثانيه مولين مركز ثاني والزمالك تحت وبيراميدز، وكان في استقرار نوعا ما. وكمان خلي بالك يعني احنا بنبص على الدوري، بس بنبص على حاجه اكبر احنا مفتقدينها بقالنا كذا سنه. نعم. فانا شايف ان عوده فايلر بتمثل نوع من انواع الاستقرار ان شاء الله ان شاء الله لاسترجاع البطوله الافريقيه اللي احنا كلنا املنا ان احنا نبصرها باذن الله الفتره اللي جايه ان شاء الله. جاي مصر امتى ان شاء الله يا كابتن نعيم؟ والله انا كنت حاجز من يومين، بس كنت حاجز على شركه طيران اجنبيه واجلت لحد اخر شهر 7 ان شاء الله. نعم. فاتمنى باذن الله ان الامور ترجع كويسه والطيران يرجع تاني، وان شاء الله انزل ساعتها باذن الله رب العالمين. طمني صحيا دلوقتي الامور كويسه؟ الحمد لله رب العالمين يا كابتن، والله كل الامور كويسه. عايز اقول حاجه بالنسبه لسنه 87 دي يا كابتن. اتفضل اتفضل. انت في ماتش ليبايس قلت في ماتش ايه؟ دي كانت اخر مباراه لمصطفى عبد. مصطفى عبد. فدي كانت نهايه كابتن مصطفى عبد الكروي. ايوه. وماتش الهلال قلت دي كانت اخر مباراه للكابتن محمود الخطيب. مظبوط. السنه دي يعني عايز اقول لك احنا فقدنا نجمين. يعني عارف مش سؤال. تقريبا هم لو بصيت عليهم يعني كانوا بيمثلوا ساعتها هم الفريق اكتر من 50-60% من قوه النادي الاهلي. طبعا طبعا. يعني الواحد كان شوف يعني الواحد مع اعتزال الكابتن مصطفى واعتزال الكابتن خطيب كان في حمل كبير جدا علينا بعد اعتزالهم. صح صح. ان احنا ازاي هنسيب الثقل دوت. ايوه ده صحيح. ولكن سبحان الله نوعيه لعيبه النادي الاهلي، المنظومه اللي في النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين يا رب تستمر زي ما هي مستمره كده على مدار السنوات الكتيره اللي فاتت، وان شاء الله اللي جاي هي اللي خلتنا نعدي المرحله ديت وما نحسش بغياب النجوم. لازم اسالك في الاخر عن رايك في انتقال طاهر محمد طاهر للنادي الاهلي. طيب نتكلم بصراحه، هو طاهر محمد طاهر لعيب امكانياته هايله جدا كويس، ولعيب كويس جدا ومكسب للنادي الاهلي. نعم. ولكن النادي الاهلي مكسب كبير جدا لمحمد طاهر. النادي الاهلي مكسب لاي لعيب طبعا. نعم. انا بقول كده محمد طاهر ليه؟ لان انا متابع محمد طاهر من فتره. كويس. مع احترامي الكامل لانديه مصر جميعا، بما فيهم نادي المقاولين المنتقل منه محمد طاهر. محمد طاهر. نعم. طاهر محمد طاهر كلاعب امكانياته الفنيه عاليه ما بنتكلمش عليها خالص. ولكن لازم يعني يشتغل على نفسه شويه. في شخصيته يا كابتن. كويس؟ نعم. انا ما بحبش ان انا يعني اقول مثلا ان هو عنده عيوب كذا وكذا وكذا وكذا. نعم. هو طاهر محمد طاهر من اهم عيوبه ان هو بيستثار بسرعه جدا. بيستفز جدا. وبعدين قراراته سابقه بسرعه، يعني مثلا هو حد ضربه ولا حاجه عايز يرد الضربه مثلا. نعم. فتلاقيه
الفتره الاخيره لو شفنا الكروت اللي هو خدها تلاقيها كتير جدا بالنسبه له. بالنسبه لواحد امكانياته الفنيه عاليه. نعم. فهو اعتقد من الناحيه النفسيه لازم يتقعد معاه. ده سهل يعني، ده امور سهله مع السن الصغير ومع وجوده في النادي الاهلي الدنيا أيوة كلها تتغير. اكيد نعم. نعم. طيب بس لازم يشتغل عليها من البدايه. بالظبط، معاك حق، معاك كل الحق. انما هو مكسب كبير جدا للنادي الاهلي، اتمنى ان هو ربنا يوفقه ويكرمه ويبقى امتداد لجيل العظماء في النادي الاهلي. كابتن ايمن شوقي بشكرك شكرا جزيلا، يعني حلت لنا الفقره بصراحه، اول مره الفقره دي يبقى معانا تليفون فيها وانت نجم كبير ونجم جميل وكان لك اسهاماتك ودائما وابدا بنفرح بيك. كان معانا كابتن ايمن شوقي واحنا بنتكلم على بطوله افريقيا 87 نادي الاهلي. الف مليون شكر ليك كابتن ايمن. خلينا نروح لفاصل ونرجع تاني.